إذن أغتنم هذه الفرصة لكي أطلب من الجميع تحمل مسؤولية تبليغ رسالة ضرورة التلقيح، التلقيح للجميع من أجل مناعة عامة، وهي فرصة سانحة لمواصلة تنشيط وتوسيع هذه العمليات، لا سيما الأثر المتوخى للإعلان عن عودة الجماهير للملاعب الذي يشترط في الولوج إليها تقديم الجواز الصحي للتلقيح. وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة نطلب من الجميع المساهمة من أجل تهيئة الظروف المثلى لعودة الجماهير إلى الملاعب، ولكن نضمن لهم الأمن والأمان للعودة إلى حياتهم الطبيعية، لأن الفضاءات الرياضية والشبانية هي المتنفس الأمثل لبناتنا ولأبنائنا.